هذه 205 يعني 205. اول مره نشوف في حياتي 205 سيمي انجكسيون، يعني نص كهربائي كارباتير نص كهربائي. ما غيروا لها هم الكارباتير نتاع كما اللي وريتها لكم، هذيك هي نتاع كاتريل، رجعت لها انا كارباتير 205 دوريجين يعني 205 اصلي، وبعت لي قاعد عنده ضعف في الليسونس، حليت الترومبه من هنا. هذه هي كيفاش تتحل الترومبه نتاعها بثلاثه بال يعني بالبونات، مش بالكرو كما الاخرين. بعد ما حليناها كنا حاطين لها واحد كما هذا فوست ريزرفوار، يعني تجبد كما تحب هي، ما مش مشكله. وعندها الديريت الفوقاني هذا اللي يركب في هذه منقوب يضيع، وزيد قصيره على المكان، يعني هو مشكلته يصب ايسونس، يحب يصب بنزينه، يصب لها بكميه معينه 10 لترات، ما مشوش حتى 20 30 كيلومتر. هو على اساس هذه خاطر مش واصله للاخر، الاخر ريزرفوار مش واصله للاخر الخزان. كي جينا نشوف الليسونس يصب كل، انا اقول الخزان معبي، معناتها هي قاعد تاخذ من فوق، ما تاخذش من تحت، ما تاخذش من الاخر، تاخذ من علو معين. لكن العلو معين هذاك وين توصل للعلو هذاك معين توقف فيه، ما عادش تجبد البنزينه، تولي توقف فيه وما عادش تمشي. توا حليناها احنا باش نعملوا لها موديفيكاسيون ونشوفوا كيفاش نوصلوها للاخر ونجربوا، نكمل نصور الباقي معاكم ان شاء الله. زيد حتى شفتوا الفلتر نتاع البنزينه اللي في وسط الخزان زاد كيف كيف، مسخ جابد التراب. هذه زاد حاجه اللي تخلي الترومبات تولي توحل مع الشخت. بالنسبه لنا حال الفلتر من الترومبه سهل، ما في شيء، نجبدوا الفوق نجبدوه يتنح، ما في شيء يتفك. هذا باش ننظفوه توا ونشوفوا مكان ننظفوه زاد كيف كيف، لانها ما نكونش دخلها تراب. ننفخوها وننظفوا هذا، ننفخوه ونرجعوا الركب ونطولوا في الترومبه باش توصل لاخر الخزان. توا اش عملنا؟ توا بدلنا الوديريت هذايا الفوقاني، بدلنا الوديريت ايسونس دوريجين باش ما هي، وحكمناها الداخل باش نزيدوها كولي، وهبطنا فيها نزلنا فيها حتى شويه. باش نعمل توا التعديل نتاعي، نهبطها وبعد نكبس الكولي هذيك باش ما عادش تطلع لفوق، هذيك باش تولي ديما تقعد في مكان واحد، ما يهمش حتى كان توصل للاخر لهنا، لان ما تاخذش البنزينه من الاخر، تاخذ بنزينه من الفلتر من هنا من الجنب، تاخذ بنزينه من الفلتر، ولهذا حتى توصل للاخر تاخذ البنزينه يعني من الفلتر، ما تاخذش البنزينه من اخر الترومبه، لان اخر الترومبه مسكره بالفلتر. ولهذا تو باش نركبوا ونجربوا قداش تعطينا العلو نتاع البنزينه، نعملوا لها تعديل وبعد نكبسوها. نشوفوا الريزرفوار زاد كيفاش معبي بالتراب، فيه تراب على غير تو، هذا ما يلزمش نمسوه تو، لين نكمل ننظفوه. طيب باش ننزلها باش نهبطها الترومبه في وسط الواحد، باش ناخذ الفكره نتاع العلو نتاع هذايا، وين توصل العلو نتاع هذايا في الاخر بكل، وقتها نربط الكوليه هذيا باش يولي ما عادش يطلع، باش يولي الترومبه ما عادش تطلع لفوق، باش تقعد ديما في قاع الخزان. تو ما شفتوا انا هذا حددناه العلو هذايا، الهبوط هذايا نتاع الترومبه حددناه في الخزان، وربطناه بكوليه من داخل باش ما عادش يطلع لفوق، شفتوها باش ما عادش يطلع لفوق، وزدناه كوليه اخرى من برا باش ما عادش يزيد يطلع لفوق، باش ربطناه باش يقعد في نفس المكان ما عادش يتحرك، باش هكاك يولي ياخذ البنزينه من اخر الخزان. توا ركبنا كل شيء باش نجربوا مضخه البنزينه الترومبه تعطي ولا، نحط كونتاكت يعني نحط ضربه الاولى دوره الاولى، اذا ما تعطي وتوقف شفتوها، استنى هاي حط كونتاكت، شفتوها عطت ضربه وقفت، عاود لا سكت، لا حط كونتاكت برك، حط كونتاكت ايوا لازم توقف، تضرب دومير لازم تجي تعاود تخدم، اضرب دومير هكاك صحيح، سكت هكاك خدمتها صحيح. تو بعدنا كملنا ترومبا، تو باش نخدموا نشوفوا احوال العمليه. هذه اخذ كانت سيمي انجكسيون قبل، وهذه اللي وريتها لكم جابها لي فيها كربتر نتاع رينو 4 كاتري، ركبت كربتر نتاع 205 205، وتوا زدت كان عنده مشكله انه هو يمشي يصب لها 10 لترات ليسونس ما يمشيش بها حتى 50 كيلومتر وتعاود توقف، كانت عندها المضخه الترومبه ما توصلش لاخر الخزان، ما توصلش لاخر الزربوار، تولي ما عادش تخدم في الفرق. تو هنا عدلتها له على الاخر، عنده ريتور عاملينها هنا، هذه ريتور ثلاثه هم عاملينها من قبل ما عملتهاش انا، لكن باهي صالحه ماشي امورها، تو هي ماشيه لاباس، وان شاء الله هذاك حد الباهي.